بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمة وبركته والان وكل اوان ولظهر الدور كلها امين اليوم نأتي لختام الكورس الثاني من هذه السلسلة من الكورسات اللي كلها بتدور حوالين موضوع تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الارثوذكس والخلق الدنيين وزي ما قلنا ان الكورسات ديت معموله ومرتبه بطريقه منهجيه ما ينفعش حد يقفز آه لكورس آه في النص من غير ما يجتاز الكورسات الاولي عشان كده بيبقى شرط للي يلتحق آه في اي كورس جديد ان يبقى يجتاز الكورسات اللي خدها قبل كده يعني اللي دخلوا الكورس التاني وما كانوش خدوا الاولاني اجتازوه الاول عشان كده بنطيح فرصة ما بين كل كورس والتاني على أساس لو حد تاني احتاج ان يدخل فيعطى فرصة انه يجتاز أونلاين بقى الكورسات السابقة عشان يقدر يواصل معانا في اللي بعد كده لان كل ما ندخل في الجد اكتر يعني الموضوع بقى بيتشعب بعد كده شويه فما ينفعش واحد يبني من غير اساس اه المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن اعمال مجمع افسس اه وعرفنا ضرورات الدعوه لعقد هذا المجمع وكانت كثيره من كتر اعمال المجمع ما قدرناش نخلصه المرة اللي فاتت كانت جلساته احداثه كثيرة وقضاياه كانت كبيرة وكل القضايا التي قدمت اليه كانت قضايا مدروسة ومبحوثة ومحققة في تحقيقات سابقة للمجمع وفي منها كان معلق على اتخاذ الحكم لان مش من سلطة حد ياخد حكم تجاه اساقفة غير المجمع وشفنا الصورة المثلي في ادارة المجمع آه صورة يعني قانونية آبائية، اتسمت بالعدل والحق والوضوح، وكل حالة قدمت كانت قضاياها واضحة، في البعض اللي كان أخطأ وتراجع عن خطأه وخلاص ودينا أمثلة من ذلك اللي هم قالوا إحنا غلطنا ولكن إحنا إيماننا كذا كذا وصححوا إيمانهم في تشبثوا بأخطائهم وطبعا في الأول خالص كان قضية أطاخي بعد ما كان ثبت التزوير اللي اللي ثبت مش من مجمع افسس من التحقيقات اللي حصلت وكانت من ضرورات عقد مجمع افسس لان التحقيقات اثبتت ان في فعلا تزوير حصل وازاي ان اوطاخي قدم اعتراف ايمان ارثوذكسي الكل اقر بيه بارثوذكسيته في شخصيات الحقيقة كانت متعبة و الشر كان متأصل بصورة كبيرة فيها أهم هذه الشخصيات كان سيودوريتوس وده من كان أيام المجمع المسكوني الأول أفسس الأول أو المجمع المسكوني الثالث لكن أفسس الإيه الأول اللي هو أفسس 431 وإزاي تعبوا البابا كيرلس أثناء المجمع وما بعد المجمع حتى لما حصل مصالحة في 433 إزاي أولوا وادعوا على البابا كيرلس بأمور لم تحدث وسببوا مشاكل كتيرة كان مجموعة ولا سيما شخصية سودوريتو الزيت كان لها أهمية كبرى ومستمرة الحياة تطرقنا المرة اللي فاتت لبعض الشخصيات اللي تعرض لها المجمع النهاردة هنركز أو هنكمل على سؤدوريتوس وديمنوس ودول شخصيات البابا كيرلو السعب معاهم والبابا ديسكورس غلب معاهم وبعت رسائل يمكن قريت لكم بعضها وألح عليهم ان يقبلوا ويقروا بقرارات مجمع افسس وبالبنود ال عشان يزيلوا الشر من بينهم ويوقفوا الاضطرابات اللي حاصله ولكن للاسف حتى الرسائل دي كانوا يحاولوا يداروها وديمنوس كان يقول له لا الرسائل دي ما فرض ما تعلنش لا يعلن عنها عشان ما يحصلش مشاكل فالأحكام ما جتش من فراغ فهنشوف دلوقتي بالنسبة لثيودوريتوس وزي ما قلت لكم أنا بحاول أعتمد على مراجع كتير غالبيتها بتكون مش من كنيستنا الأرثوذكسية من مصادر خلق دونية عشان لا يؤول كلامنا أو يظهر أننا منحازين أه كتاب بتاع سيلرز بيسرد احداث المجمع بتاع افسس وبيقول ثم جاء الحكم على سؤدوريت رجل تدرب من الطفولة إلى الشيخوخة على التجديف النسطوري مين اللي بيقول كده مش أنا سيلرز وده عالم او يعني لاهوتي مخلق دوني مش من عندنا والرجل تدرب من الطفولة الى الشيخوخة على التجديف النصوري يعني واحد مصر متأصل في هذا الفكر اولا قدمت عريضة بلاجيوس قصة انطاكيا وقرئت وجاء فيها بعد سرد الشرور الصادرة من محب العصيان أسقف قورس وأسقف أنطاكيا اللي هو ديمنوس اللذان سبب معاناة له أن هم كان الأمر لا يقف عند انحراف إيمانهم وبس ويسكتوا لا ده كانوا بيحاولوا يجبروا الأرثوذكس أو مستقيم الرأي إن هم يبقوا يعتنقوا نفس الفكر بتاعهم اللذان سبب معاناة لهم أحضر نسخة من الرسالة التي كتبها سؤدوريت لرهبان الشرق ضد الخائف الله الأسقف كيرلس يعني سؤدوريتوس لم يكتفي بالإساءة إلى الإيمان المستقيم وإلى البابا كيرلس عمود الدين في حياته فقط بل حتى بعد رحيله وانتقاله استمر في الإساءة فبيقول أحضر الرسالة التي كتبها سؤدوريت لرهبان الشرق ضد الخائف الله الأسقف كيرلس وضد المجمع المسكون المقدس المقام في أفسس اللي هو مجمع 431 بالإضافة إلى 15 مقتطفات من الدفاع عن ديودور وسيودور اللي هم أساتذة نصور كان قد كتبها أسقف كورش بعد أن كتب السكندري يقصد به القديس كورولوس ضدهم وبعد أن تمت قراءتها وسمع المجمع التجديف الأخير وهو إدانة سؤدريت للطبيعة الواحدة باعتبارها الشر الخاص بكيرولوس كأن الإيمان بالطبيعة الواحدة ده ده شر خاص بالقديس كيرولوس هو اللي إيمانه مش مظبوط وهنا أعلن ديسكورس أنه الذي لم يتراجع أبدا عن عصيانه اللي هو على سؤدوريتوس يعني وجلب مشاكل في جميع كنائس الشرق ما كانش سايب مكان عشان كده الامبراطور اصدر قرار انه ما ما يخرجش او يلزم ابروشيته جلب مشاكل في جميع كنائس الشرق من خلال التجرؤ على كتابة ما يتعارض مع المبادئ اللي هي البنود الاثناشر التي وضعها أبونا المبارك كيرلس يجب إزالته من منصبه وكل من في شركة معه سيكون معرضا للعقاب وافق الكل لهذا وافق الكل لهذا الحكم وأكد أستاسيوس أسقف بيروت للمجمع أنه بإقتلاع سؤدوريت فإن قطعان المسيح في الشرق سوف تتعلم الآن الإيمان الحقيقي. يعني كان في إجماع من المجمع كله إن سؤدوريتوس ده مصدر تعب لكل كنائس الشرق وللحقيقة سبب تعب لكل كنائس المسكونة فيما بعد وأخيرا تم الحكم على سؤدوريتوس منبع ومحرك الشر في الشرق كله آه طبعا الجزء اللي قلناه من سيلرز كان فيه إجمال الحاجات الحيثيات بتاعة الحكم دي احنا قلنا بعضها قبل كده في خلال دراستنا شفنا عمايل ثيودوريتوس وشره كان وصل لغاية فين هو ودمنوس وهنشوف برضو لان يعني لما هننتقل بعد كده لديمنوس دايما سؤدريتوس وديمنوس كانوا ايه متداخلين في حاجات كتيرة يعني في سردنا التالي هنشوف حيثيات اخرى ليه وللديمنوس فقد كان شر سؤدريتوس قد بلغ الى اقصى حد فلم يكتفي سؤدوريتوس ودمنوس بعصيانهما لتحديدات مجمع افسس فيما يخص الايمان وحزب بل تمادى في عصيانهما بان حاول فرض عقيدتهما في المنحرفه بايمانهما بالطبيعتين على الاكليروس والشعب فأطاح بالمتمسكين بالإيمان المستقيم وأقام بدلا منهم من يتفق معهما مهما كان عدم صلاحيتهم وشفنا إزاي بدأوا يجيبوا ناس لا صلاحية لهم على الإطلاق بالدرجات اللي خدوها يجيبوا هيبة دانيال ودانيال يجيب حد تاني البيبلوس وهي بيرسم قرايبه وسفرونيوس ويشيلوا ناس مستقيم الايمان كان قلق ألأ. الكلام ده مش احنا اللي بنقوله هقتبس ايضا من سيلرز بعض الحاجات اللي عملها سودوريتوس وديبنوس عشان تعرفوا ان مجمع افسس لم يظلم احد بيقول عنهم ايه سيلرز؟ بيلتم الاطاحه بأساناسيوس مين اللي اطاح بيه؟ ديمنوس وسؤدوريتوس، الذي كان في جانب كيرولوس في مجمع آفسوس. ومن المفترض انه تشارك بنشاط في دعم عقيده عقيده الاسكندريه. طبعا سيلرز بيقول عقيده الاسكندريه لكن مقصود بها الايه؟ بالطبيعه الواحدة في دعم عقيدة الإسكندرية في المجمع الكنسي في أنطاكيا وتم تعيين سابنيان في مكان، وجابوا واحد تاني اسمه سابنيان شالوا أسانوسيوس وجابوا إيه واحد له نفس الفكر بتاعهم وحول نفس الوقت سنة 445 بعد نياحة البابا كيرولوس مباشرة البابا كيرولوس اتنين سنة كام أربعة وأربعين يقول فإن ديمنوس وسؤدوريتوس إجحافا بألكسندر الصحيح الإيمان اللي بيقول عليه الصحيح الإيمان ده مين؟ سيلرز والمرشح من أبينا القديس كيرولوس والتقي بروكلوس بروكلوس ده اللي كان أسقف القسطنطينية سوري بعد ماكسيميانوس أيوه طب كويس انتوا مذاكرين دلوقتي كويس والتقي بروكلوس رفض تعيينه على كرسي انترادوس في فينيقيا واقام بدلا منه بولس النسطوري مش كده وبس وبالمثل في اماسيا في فينيقيا نصبوا بومبيانوس وبعده اورانوس في حين ان الأساقفة المجاورين الذين كانوا متعاطفين مع طريقه الايمان السكندري قد وضعوا ايديهم على بطرس الخائف الله يعني في واحد مرسوم لأ جابوا اللي هم ايه كانوا قله لكن قله صاخبه ومتعبه لكن خلي بالكم معظم الشرق أساقفة ورهبان وكهنة وشعب كان لهم نفس الإيمان المستقيم وهو ما بقي في الآخر مش كده وبس في تاني احنا بنجيب بس برضو بعض حيثيات عشان هتقروا بعد كده في بعض المراجع الحديثة أو حتى بعض الحاجات القديمة اللي هم مطلعينها يقولوا عليه مجمع ظالم او مجمع لصوصي يقول من الالتماس الذي قدمه الشماس هيلودورس والرهبان سيمون وابراهيم وجيرونتيوس الى مجمع افسس الثاني علمنا أن ألكسندر كان في شركة مع الكن... مع كنائس الإسكندرية وأفسس والقسطنطينية عندما كان كيرولوس وبروكلوس على قيد الحياة وكان ذلك في جملة اعتراضية بلا شك بسبب أنشطته من أجل الطبيعة الواحدة يعني كان في شركة مع الكنائس الإسكندرية والقسطنطينية عشان كان بيؤمن بالطبيعة الواحدة ولكن يقول كان ذلك كان محتجزا تقريبا في أنطاكية لمدة سبع سنوات حجزوه سبع سنين في أنطاكية. كما اشتكى هيلودوروس من أنه بعد وفاة كيرولس ابتز ديمنوس وسؤدوريت من ألكسندر تعهدا كتابيا بانه سيتصرف فقط ككاهن وليس كمسام اسقف يعني نزلوه من درجته بدا يبقى اسقف يبقى كاهن فقط ورسموا اخرين اللي هم يتفقوا معهم في الفكر فكان في يعني الحقيقه ظلم واصرار على الفكر المنحرف وطغيان على المؤمنين والمتمسكين بالايمان الارثوذكسي هناك حاله ثاني او مواقف اخرى يجيبها برضو سيلرز يقول توضح حاله بلاجيوس ايضا عزم أسقف كورش على اتخاذ موقف لعقيدة الطبيعتين يظهر بلاجيوس كراهبا في طغمة الكهنة عاش في أنطاكيا وكرس نفسه لدراسة الفلسفات القديمة والكتب المقدسة ده اللي اسمه بلاجيوس قد وضع مجموعة من العقائد كان قد تأمل فيها منذ فترة طويلة وكان قد اكتسب بالتدريج مجموعة من التلاميذ مثله هو حبب الدراسة ودراسات الكتب القديمة المقدسة والفلسفة وجذب تلاميذ زي لهم نفس الاشتياق وأيدوا التعليم السكندري اللي هو الارثوذكسي فيقولوا ايه وليضع حد لنشاطه امر ديمنوس وسؤدوريت في جمله اعتراضيه سيلرز بيعلق على ديمنوس وسؤدوريد بيقول ايه؟ احدهما يهوي المشاكل للمشاكل والآخر مبدعها. ده سيلرز بيعلق جمله اعتراضيه يقول احدهما يهوي المشاكل والاخر ايه هو اللي بيبدا المشاكل صدقوني مش احنا اللي بنقول كده ده يعني اه هم اللي بيقولوا الزموا امر ضمن السودوريت الراهب بان يقتصر تعليمه على عرض اطروحات افلاطون وارسطو والاطباء ولكن هذا ليس كل شيء أجبروا بيلاجيوس بأن يحرم أولئك الذين يؤكدون طبيعة واحدة لللاهوت والنسوت في المسيح ولا يعترفون بطبيعتين لكل منهما خصائصه وقبل الراهب اعترافا بالإيمان متناغما مع صيغة المصالحة أجبروا على قبول عقيدة للإيمان بحسب ايه اللي بيقولوا عليها صيغه المصالح عشان يظهروا دي كانت زي غطاء ليهم ان هم في شركه مع الكنيسه مع القديس كورولوس لان ما يقدروش كانوا يتعانوا في القديس كورولوس ولا في مجمع أفسس الصراحة فكانوا يدعوا على القديس كورولوس انه تراجع وعدل فكره فبيقول وقبل الراهب اعترافا بالامام متناغما مع صيغه المصالحه وهكذا في هذا الوقت كان المدافعون عن الطبيعتين قد ضمنوا انتصارهم طبعا بلاجيوس الزوت كان جه في مجمع افسس الثاني بقى اللي هو 449 واشتكى كده عشان كده سيلرز بيقول جمله اعتراضيه لانه في مجمع افسس كان بيلاجيوس ينتقم من الراعيين الكاذبين الذين افسدوا أفسد ايمان المسيح مين برضه اللي بيعلق كده؟ سيلرز برضه ففي الواقع سؤدوريتوس لم يخن الإيمان فحزب بل أهان والزر بكل القوانين الكنسية المستقرة في الكنيسة الجامعة فكل الأشخاص الذي سعى في تنصيبهم وتعديدهم لم يكونوا منحرفي في الإيمان فقط بل أردياء السيرة أيضاً ليه الطامة الكبرى بقى اللي كان عملها من ضمن البلاوي الكبيرة اللي عملها سؤدوريتوس ومعاه ديمنوس يقول سيلرز ايه ولكن بضربة معلم من سؤدوريت كانت رسامة الكونت إريناوس واحد لا صلة ولا علاقة له بالكهنوت ولا بالشموسية حتى جابوا عمله مطران على سور الذي صار أسقفا على سور وهو صديق نسطور وطبعا سمعت عنه أيام المجمع أفسس 431 الذي عارض كيرلس وطرقه في كل من أفسس وفي وقت المصالحة لأن هم اللي دول تعبوه في وقت في أفسس وفي المصالحة ولما اضطروا لقبولها أولوها وأدعوا عليها واصل القتال لأجل الطبيعتين خلال منفاه ، اتنفى الإمبراطور كانفاه ورغم كده استمر في الفكر بتاعه وتبعيته للنصور ولم يمضي وقت طويل قبل أن يعين أوكلينوس صديقه ، ده مين ده؟ إيريناوس جاب صديقه برضه يقول صديقه ورفيقه في البدعة في مدينة بيبلوس الذي تجاوز حتى نصور في المعصية في نظر الجانب السكندري أنصار عقيدة الطبيعة الواحدة ده سيلرز اللي بيوصف سواء قبل خلق دنيا أو بعدها لا يمكن أن ينسوا أبداً انه من خلال الخداع مع ايريناوس الذي كان دائما ايريناوس المتزوج مرتين كمان فان سودوريتوس قد خان الايمان واعتبر قوانين الكنيسه كلاشيء يعني مفيش حاجه الا وكسرها وشوفوا لما يتصبر عليه من 431 وما قبلها كمان لغايه 449 ولا يعني يهدأ ولا يرجع أحد المراجع الأخرى خريزوستوموس بابا في كتاب تاريخ كنيسة انطاكيا يسرد الظروف بتاع مجمع افسس وما حدث يقول وبعد تلك الجلسة الأولى المضطربة توقفت الجلسات إلى 22 آب اللي هو 22 أغسطس عندما اجتمع المجمع في الجلسة الثانية فحكم بالتجريد على أخصام ديوسكورس من أساقفة الكنيسة الأنطاقية طبعا خلي بالكم اللي بيكتب هنا مش أرثوذكسي و هو ده خلقدوني برضو فبرضو بيعتبر ان كأني حاجة شخصية مش مش ضد الإيمان ورغم كده شوفوا هيقول ايه يعني رغم انه منحاز لكن مش قادر يبرأ اللي اتحكم عليهم برضه شوف هيقول ايه يقول فحكم بالتجريد على اخصام ديسكورس من اساقفة الكنيسة الانطاقية فقاطع ديزيمنوس الجلسة فقرئ الاتهام الذي كان قد صاغه مجمع صور ضد ايفا اسقف اديسا يعني كان في اصلا في مجمع في صور حكم على هيبه ولكن رفعت القضيه للمجمع المسكوني عشان لازم ده يكون مجمع عام هو اللي يحكم عليه لكن هو بالفعل كان محكوم عليه وحكم بتجريد دانيال اسقف قاره ابن اخت ايفا ودانيال ده لما اتعرضت قضيته ساعتها قدم استقالته يعني قضيته منتهيه وعرضت بعد ذلك قضيه اسقف اسمه سفرونيوس او هو كاتبها صفرونيس قسطنطينيه متهم بالسحر مش بالهرطقه وبس وبعد ذلك حكم بتجريد بل اعتبر مجردا لأنه بالفعل كان صدر قرار إمبراطوري بعزله، إريناوس أُسقف سور. يعني المجمع زي ما نقول صدق على الأمر الواقع إن إريناوس أصلاً كان معزول. أما بشأن سؤدوريتس أُسقف كورش الذي ادعى عليه الكاهن السوري بلاجيس اللي هو بلاجيوس خلي بالكم الاسماء ممكن تلوها بتتكتب بطرق مختلفة حسب المرجع فقد قرأت مقاطع من مؤلفه اعتبرت فصر فصرح ديسكورس انه يجب ان تحرق مؤلفات سيوزوريتوس وان يجرد مؤلفها ولما عمدوا إلى هذا طلبوا من دِبْنُسَ المبتعد عن الجلسة أن يوقع على تجريد سؤدوريتس على فكرة دبنس وقع وقع على تجريد سؤدوريتس <applause> عشان كده خير ولم يحل تراجعه عن التوقيع دون تجريده هو يعني رغم أنه وقع هو تجرد بعد كده يعني بل طلب تجريد ديمنوس نفسه على أنه نصوري ولدى قراءة بعض النصوص المتعلقة بالعقائد لديمنوس كانت تقاطع بالصراخ لما قالوا بعض الحاجات بتاع ديمنوس المجمع قطعها بالصراخ كان بيصرخ يقول ايه ان ديمنوس هو معلم هيبة هيبة يعني فليكن المجدف محروم فليحرم ديمنوس ده مين اللي كان بيقول كده المجمع مش البابا ديسكوروس لوحده وفي الوقت نفسه كانت تسمع أصوات تؤيد ديسكورس وتهتف له الذي يكفر ديسكورس يكفر بالله الله تكلم بلسان ديسكورس الروح القدس تكلم بواسطة ديسكورس والمقاومون له هم هراتقة وسمعت صرخات أكثر تحمسا أو حد ينام عندما قرأ ديسكورس الاثني عشر فصلا في تحريمات القديس كيرلس ومن جملة ما فعل ديس أنه أعاد أساناسيوس هو بيقولها أساناسيس فاكرين اللي هم عزلوه أساناسيوس ديسكورس أعاد أساناسيوس المذكور آنفا إلى اسقوفيه بيرس مجردا الذي خلفه بعد ابتعاده عن اسقفيته دي شهادة كمان مين آه على كل من سؤدوريتوس وديمنوس هنركز على ديمنوس شوية بقى عشان نعرف الحكم بعزله جه ازاي وجيبه بناء على ايه وهنستشهد هنا بما ذكره خرسوستوموس بابا دوبلوس في كتاب تاريخ كنيسة أنطاكيا بيقول اتهم دومنوس رئيس أساقفة أنطاكيا في جملة ما اتهم به أنه كان يستهدف صداقة فيلافيانس اللي هو فيلابيانس كان جه في وقت هو وسؤدوريتوس بدوا عايزين يكونوا ايه؟ تكتل ضد اه الايمان الارثوذكسي اللي على رأسه اه كرسي الاسكندرية. أنا بقول كرسي الاسكندرية لأن سواء القديس كورولوس أو القديس ديوسكوروس اللي هو نفس ال ايه الايمان يعني. بيقول كان يستهدف صداقة فيلافيانس وبأنه أوصاه بسؤدوريتوس خلي بالك منه وبأنه أراد أن يغير طقس المعمودية ما هو اللي يلعب في الإيمان يلعب بقى في كل حاجة يعني وبأنه أبعد من أسقفية حمص أسقفها بطرس المنتخب عليها قانونياً لكي يجعل عليها صديقا له نصريا فاسدا وبأنه قام بشرطونيات أساقفة من غير حفظ الصيغة القانونية يعني كان يرسم بطريقة غير الطقس اللي هو المعتاد وبأنه أبعد من أسقفية طرطوس الأصف ألكسندر روز طبعا الحاجات دي في أسماء قلناها قبل كده بس كل مؤرخ بيجيبها بسياق مختلف فلما نحب نلخص التهم اللي في حتة قطع الصغيرة دي اللي جت في المرجع ده نقول كان يستهدف صداقة فليفيانوس طبعا يقصد بيستهدف الصداقة تكوين ايه تكتل ضد الايمان الارثوذكسي او صابس اودوريتوس يعني معنى كده انه راضي وموافق ومؤيد وراسخ فيما يعتقد به وفيما يفعله سؤدوريتوس يعني مسؤول عن اعماله ايضا وبانه اراد ان يغير طقس المعموديه ثلاثه وبانه ابعد من اسقفيه حمص اسقفها بطرس المنتخب وعين عليها صديقا له نصوريا خمسة قام بشرطنيات أساقفة من غير حفظ الصيغة القانونية ستة أبعد من أسقفية طرطوس الأصف ألكسندروس غير الحاجات الأخرى سيلرز اتكلم بالتفصيل شويه انا يعني مش بجيب اللي حصل في الحكم بس بنجيب الحاسيات والتفاصيل عشان تبقى الامور لان بنسمع كلام الحقيقه في بعض المراجع اللي ياخد الامور بسطحيه وكلمه ممكن ينجرف في اخطاء مش كويسه ويفهم فهم خاطئ سيلرز بيقول ايه أخيرا تمت مراجعة القضية الموجهة ضد ديمنوس يعني في دراسة للقضية الإيه المطروحة التهم الموجهة إليه قدمت أولا في عريضة من قبل القسيس كرياكوس إحنا سمعنا أسماء كتيرة يعني في كتير من الإكليرس كانوا بيشتكوا ويضجوا اتهم فيها الأسقف بإظهار ثمرة انحيازه لسؤدوريتوس بعدم طرد إيريناوس أسقف سور من شركته بعد أن تم عزله بأمر من الإمبراطور الإمبراطور أصدر أمر بعزل إيريناوس سؤدوريتوس يقول لا اوعى تمشيه خليه رسمته مظبوطة ويعني انحاز لرأي سودوريتوس غير في الأخر لما لقى الطيارة الشديد عليه مشاه وجاب بداله واحد أرثوذكسي وسعى لطلب مساعدة فيلابيان أسقف في أسكف القسطنطينية ثم قدم اتهامه في شكل موجز حيث صرح ده هو كرياكوس يعني اللي بيشتكي ديمنوس بيقول ان ديمنوس اساء معامله بيلاجيوس القسيس الانطاكي اللي اتكلمنا عليه من شويه علم المرشحين للمعموديه عقيده نسطور شجع النساطره الاخرين لمعارضه مرسوم الاباطره الكرام ضد المعصيه السيده النسطوريه ويقصد بيها كان في مرسوم اولا بتجريد او بعزل اريناوس وفي مرسوم طلع بعدم تداول الكتابات النصورية قبل كده انه تجرأ على القول ده ديمنوس بيقول تجرأ على القول عندما صلى يقول ايه ديمنوس عندما صلى استفانوس من اجل اعدائه كان يشبه ربنا المسيح لأنه مع اختلاف الأشخاص إلا أن النعمة كانت واحدة يعني حط الصفانوس زي الايه اه السيد المسيح على الصليب غفر للصليبي والصفانوس ايه نفس النعمة اللي اشتغلت مع ده هذه العبارات كلام ده كلام سيلرز هذه العبارات استقبلت بصراخات الحرم للمجدف الحرم لديمنوس هيبا لم يقل ذلك أخيرا طلب كرياكوس أن تقرأ رسالة البطريرك إلى فيليبيان وعندما سمع الأساقفة الإشارات إلى الشخص الذي كان يدوس تحت قدميه الشرائع المقدسة ويقلب عرش القديس ماركوس رأسا على عقب كانوا أكثر صراخا اللي هو كان بيكتب في البيانوس ضد البابا ديسكورس يعني صرخوا كل من يفتري على ديسكورس هو مفتري على كيرولوس ومجدف على الله خلي بالكم من اللي جاي بقى ثم قدم المستاء بيلاجيوس نسخة من الاعتراف الذي أجبره ديمنوس وسيودوريت على توقيعه، وسمع المجمع كيف أنه تحت التهديد قد قبل الطبيعتين. في الوقت نفسه قدم التماس الخاص بمارسيليوس المسن ورهبانه، كان واحد اسم مارسيل مارسيليوس ورهبانه بعتوا الالتماس للمجمع الذين ادعوا انه من خلال تكريس أساقفة لهم نفس الرأي مثله كان أسقف أنطاكيا هو سبب الخراب في الشرق قالوا تسبب في خراب الشرق عمال يجيب أساقفة وعايد عارف ومتأكد ان لهم فكر نصوري مثله هكذا كان ديمنوس محكوم عليه بالفعل مين اللي بيقول كده سيلرز يعني ادله التهم ما تتفوتش ما الحاجات دي لو اتفوتت يبقى يعني المجمع مش مظبوط بيجامل على حساب الايمان هكذا كان ديمنوس محكوم عليه بالفعل ولكن هنا كان العدو الرئيسي الذي توج في قلعة عقيدة الطبيعتين اللي هو يقصد به ديمنوس وكان ديسكورس مصمما على سقوطه بالكامل دعا البطريرك السكندري القس يوحنا وسكرتير الكتبة لقراءة الوثيقة المتبقية كان لسه في حاجات تاني موجودة ما احتوت هذه على مقتطفات من عظات وعبارات لسيودوريتوس التي حملها الراهب سيودوسيوس الى الاسكندريه أدلة دامغة ضد الأنطاكي الأكثر من كده بقى إيه؟ والمراسلات بين ديوسكوروس وديمنوس والتي كان الأخير ديمنوس يعتقد أنه من الحكمة عدم نشرها أصبحت الآن مكشوفة. كان الرسائل اللي بعتها له دي القديس ديسقورس لا 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 دي محدش يقراها لأن هيعمل إيه أكتر من كده؟ عمال يتحايل عليه ويترجاه أنتم مش بتؤمنوا بال يعني وقبلتوا القديس كيريلوس في مجمع أفسس خلاص أعلنوا قبولكم بالبنود الـ12 اللي كان تمسك بها المجمع في أفسس وأقرها القديس كيريلوس. وكانت شرط انه يعمل صلح مع الشرقين ان هم يقبلوا قرارات مجمع افسس وكتاباته اللي هم ادعوا بعد كده ان لا ده في صيغه للمصالحه عدل فيها القديس كيرولوس رايه وتغير فكره عن البنود ال 12 يدعوا كده فبيقول سيلرز ادله دامغه ضد الانطاكي والمراسلات بين ديسكورس ودمنوس والتي كان الاخير اللي هو ديمنوس يعتقد أنه من الحكمة عدم نشرها أصبحت الآن مكشوفة وسمع المجمع كيف أن أسقف الإسكندرية في غيرته على الإيمان الحقيقي قد ألح عشان الناس ما تفتكرش أن الحكم كده جه يعني آه يعني في لحظة يعني قد ألح على ديمنوس أن يظهر أن كنيسته لم تكن تكرس تكرس بابنين بقبولها الحرمات الإثني عشر للقديس كيرلس وكيف دافع ديمنوس ردا على ذلك أن القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى صراع كبير في الشرق ثم جاء السؤال الرئيسي الصريح بابا ودي سكورز بقى, بقى جه في المجمع في الاخر السؤال الصريح بقى من كان يرفض الفصول الاثني عشر من كيرلس المبارك ليعلن الأساقفة رأيهم قولوا لنا رأيكم في البنود الاثناشر للقديس كورولوس اللي هو في المصالحة الادعاء مش المصالحة نفسها الادعاء اللي بيدعوه على المصالحة يقولوا ان القديس كورولوس عدل فكره عن البنود فهنا القديس ديسكوروس قال من كان يرفض الفصول الاثني عشر من كورولوس المبارك ليعلن ليعلن الاساقفه رايهم اجابوا على هذا دعوا من لا يقبلهم اللي هو البنود ال يكون محروما وبعد ان اصدر كل منهم حكمه بدوره يعني اللي حكم واحد واحد مش حكم عام لان قال لهم كل واحد يعلن ايه الأساق في رايهم وبعد ان اصدر كل منهم حكمه بدوره اتفق الجميع على ان اسقف أنطقي كان مصابا بمعصيه نصور حتى انه عارض المراسيم التي وضعها الاباء في نقيا وافسس حيث انه القى باللوم على فصول كيرلس الاثني عشر المسلمه منذ فتره طويله من قبل المجمع الكنسي الذي بنعمه الله انعقد في افسس وبناء على ذلك يجب ان يعزل من الاسقفيه هذا هو مجمع افسس المسكوني 449 اللي أدير ببراعة وبإجراءات كاملة بكل ترتيب وتقوى والتزام وإفساح الحرية لكل إن, أن يقول رأيه اللي قال ده كان شوفوا تعليق آه خرزوستوموس بقى بالذات على البنود الاثناشر 12 يقول ايه وسمعت صرخات تأييد يعني اكثر تحمسا عندما قرأ ديسكورس الاثني عشر فصلا في تحريمات القديس كيرلس هنا كان في اجماع في الكنيسه باهميه البنود عشر اه في هذا الخصوص وكان هذا ردا قويا يعلن عن إدراك البابا ديسكورس والأرثوذكس في كل مكان للمعنى الحقيقي لمصالحة 433 وفيه ردا على الإدعاءات بأن البابا كيرلس قد عدل تفسيره للبنود الاثني عشر أو تنازل عنها حد يجي دلوقتي حتى أحيانا من بعض ناس يكونوا يقروا مراجع اخرى ويرددوا نفس الكلام ان البنود ال12 اه تعدل تفسيرها وان في صيغه عقائديه للايمان القديس كورولوس يعني اقر فيها بالطبيعتين اه الموضوع بقى محتاج علاج ووقاية في نفس الوقت علاج ووقاية العلاج بيبقى بإيه في حاجة خبيثة في شر يقتلع لكن ازاي نضمن ان ما تحصلش اصابة تاني دي بقى الوقاية نشوف عمله ايه يعلق سيلرز ويقول لإكمال انتصاره برضو ما تنسوش أنا بجيب باقتبس منهم لكن من آخرين لكن في كل الأحوال هم محسوبين على الخلقدونين مش عندنا بس أنا بجيب إن الحقائق التاريخية اللي, ب... اللي ب... مدونة عندنا هي نفس اللي بيقولوها هناك في بعض مراجعهم او كتير مخصوصا القديمة يعني يقول لإكمال انتصاره نشر ديسكورس رسالته الدورية التي تطالب بأن كتابات نسطور لئلا يتم تداولها تحت أسماء المعلمين الأرثوذكس يجب حرقها خلي بالكوا تحطوا كذا خط لئلا يتم تداولها تحت اسماء المعلمين الارثوذكس زي ما بيعملوا صيغه المصالحه وينسبوها لمين؟ للبابا كيرلس يجب حرقها ويجب استخدام اطروحات الاباء القديسين فقط يعني كتابات الاباء القديسين وتلك التي للاخرين الذين تعليمهم منسجما مع الايمان الذي تقرر في نقيا وافسس وذلك الى الابد يعني الكل يستمر على طول ما نستخدمش الكتابات النصريه ويقولوا من خلال مساعدة كريسيفيوس اللي هو يبقى مين آه الابن الروحي لأوتاخي استطاع أيضا تأمين نشر قانون إمبراطوري تم فيه تأكيد خلي بالكو يعني هو برضو آه الكتاب اللي بنجيب منهم آه برضو في انحياز يعني كاني في يعني مس مساعي آه لكده يعني وبالإضافة إلى نشر قانون إمبراطوري فيه تم فيه تأكيد هذه القرارات بالإضافة إلى التصديق على تلك التي اتخذت بشأن مصير ديمنس وسؤدوريت وفلبيان علاوة على ذلك إنه في جميع الأوقات قد يكون هناك حل مثالي للمسألة العقائدية بأكملها فقد تم وضع أن الأساقفة من خلال مطرانهم يجب ان يوافقوا على ما تم تحديده في نقيا وتم تاكيده في افسس وانه لا ينبغي رسامه الذين اراءهم كاراء نستور وفي لبيان وكل من له نفس الفكر كان لدى اسقف الاسكندريه كل الاسباب التي لتجعله راضيا بنتائج هجومه ضد عقيده مدرسه انطاكيا. اولا البابا يذكر دعي للمجمع وكلف بالرئاسه وحكم بالعدل ولم يكن بمفرده ولكن حكم مجمعي وكانت الرئاسه ثلاثيه. وهنا زي ما قلت لكم وضع القديس كورولوس العلاج الحقيقي باقتلاع الشر من جذوره والوقاية بالحرص في السيامات المقبلة وبإلقاء المسؤولية على أساقفة الكراسي يعني كل رئيس أساقفة في مكانه مفروض يبقى مسؤول اللي هيترسم يكون متأكد أنه ما فكر وتعليم نصور ولا فيليبيان ويكون متمسك بتحديدات الإيمان اللي تحددت في نقيا وتأكدت وتثبتت في أفسس وهنا بيكون دور مجمع أفسس لم يضيف أمر جديد للإيمان ولكنه أكد على تثبيت حقائق الإيمان عشان كده بيعتبر أو بنعتبره امتداد لمجمع أفسس المسكوني فكما ذكرنا سابقا أن فريق من الأساقفة الشرقيين بقيادة سودوريتوس فسروا بعض رسائل القديس كورولوس وكذلك عرض الايمان الذي قدمه له الشرقيون بطريقه ملتويه لاثبات فكر الطبيعتين ونسبوا ذلك للقديس كورلس ليضلوا كل الذين يثقون فيه واستخدموا هذا العرض بصوره فيها مغالاه كبيره وكانه صيغه عقائديه جديده وتجاهلوا كتابات القديس كيرولوس الأخرى، وفسروا العرض هذا بطريقتهم الخاصة، مما دفع القديس كيرولوس نفسه لتفسير كتاباته وموقفه من عرض الإيمان هذا، وتفسيره له، وقد ورد ما يؤكد هذا في أعمال مجمع أفسس، فحينما قرأت فيه أعمال مجمع فليبيانوس، وتم قراءة رسالتين للقديس كيرلس اللتين تم قراءتهما في مجمع فيليبيانوس علق أستاسيوس أسقف بيروت قائلا كان دايما لما يحبوا ي... يؤيدوا ادعائهم دوت يركزوا على رسالتين رسالة كان كتبها قديس كورلس لنصور والرسالة كتبها ليوحنا الأنطاقي اللي أورد فيها عرض الإيمان اللي كانوا هم باعتنهوله قالوا له إن في بعض بيتهمك بالأبولينارية وإحنا بنقول كذا كذا فرد هو برد الخاص قال كتب الشرقيون بيقولوا كذا أما ما يتهمونا فشرح هو اللي رد بنفسه وميز بين كلامهم وكلامه فجاف مضمون المجمع الخلقدوني بقى الكتاب بتاع مضمون المجمع الخلقدوني يقول ايه بعدما قرأت الرسائل المذكورة هو بالواجب مني اخبر قدسكم ان الله جل جلاله ده استاسيوس اسقف بيروت بيقول كده أن الله جل جلاله وهب لأبينا كيرلس الطوباني أسقف الإسكندرية ذي الذكر الصالح أن أولئك الذين ليس يفهمون فهما مستقيما للأقوال الصحيحة شككوا في بعض مما كتب لكيما المذكور في فصاحته يظهر معنيه لأولئك الذين قصدوا فساد التصنيفات الصحيحة ولا زال بهم خطابا حتى مالوا الجميع إلى أن يتبعوا المذهب المستقيم بل حين انتبه آخرون يرموا تحت الشك معنى الرسائل التي الآن قرئت قد دعته الضرورة ليفعل كما ذكرنا ويعتني بتفسير أقواله لأن في كتير أشاعوا أن دي القديس كرولوس قابل الطابعتين وكده والقديس كرولوس بدأ يراسل الناس اللي هم بيحاولوا يشككوهم والناس اللي بيعاتبوا بيعاتبوا عليه ازاي تعمل كده فبيقول كما ذكرنا اعتنى ذكرنا يعتني بتفسير اقواله فانما قضى كل زمانه في تفسير اقواله وبيان مقصوده وليبرهن للجمع فيما كتب الى الاساقفه اكاكيوس اسقف ملتيني وبلريان اسقف قونية واسم كده هو مقصود به ساكسنسوس اسقف قيصرية على اي معنى يجب ان فهم الرسائل التي قرأت وبأي نوع ينبغي لنا السجود فانه موجود ايضا في تلك الرسائل التي انفذها الى اولئك الاساقفة الطوبانيين هذا القول ده أساسيوس بيتكلم على القديس كورولوس بيقول ان القديس كورولوس بي يعني بيقول ليس ينبغي لنا ان نفهم طبيعتين بل طبيعه واحده متجسده فالله الكلمه وقد ثبت هذا القول بشهاده اثناسيوس الاب الطوباني كنا قلنا قبل كده اما اتكلمنا عن المصالحه ان في كتير لما الادعاءات دي انتشرت بدأوا يرسلوا البابا كيرولوس ويعتبوا عليه ازاي تتراجع عن كتاباتك وعن مبادئك وعن تعليمك وازاي تقبل بكده فوضح وشرح لهم اللي حصل بالتفصيل وفي خمس رسائل مهمة جدا 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 ودي الخلقدنين دلوقتي بيدعوا ان احنا بنفهمها غلط اللي هو زي ما بيقولوا ستاسيوس هنا فيها لي... القديس كورولوس حدد ليس ينبغي ان نفهم طبيعتين بل طبيعه واحده إيه متجسده في الله الكلام كانت رساله لاكاكيوس اسقف ميليتن وفاليريان واولوجيوس وساكسنسوس بعت له رسالتين فهنا طبعا في مجمع افسس تثبت الفهم الصحيح لما حدث في مصالحة 433 وموقف القديس كيرلس من البنود ال 12 وقبول الجميع لها وضحض للادعاءات التي قيلت بشان المصالحه اللي هم حبوا في مجمع القسطنطينيه يعملوا العكس يقروا هذه الادعاءات من خلال محاكمه في فان مجمع افسس صحح الاوضاع حصل في مجمع أفسس عندما سئل باسيليوس عن مقاله في مجمع القسطنطينيه رب واحد يسوع المسيح يظهر في طبيعتين اما جم لسه بيناقشوا اللي حصل في مجمع القسطنطينيه فباسيليوس كان قال رب واحد يسوع المسيح يظهر في طبيعتين فانكر أنه قال هذا وقال أن الذي قاله وأكده كان إن لم يضيف أطاخي كلمة متجسدة لإعترافي فهو يعتبر كأنه يمزج أو يخلط هل أنا ما كده أنا قلت إن لم يضيف أطاخي كلمة متجسدة فيعتبر كأنه يمزج أو يخلط بعد كده باسيليوس جه في خلق دنيا انكر برضو اللي قاله في ايه؟ انكر اللي قاله في افسس وقال لا ده انا قلت كده نتيجه تهديد ديوسكورس اين التهديد؟ اهو سيلرز عمال يجيب وغيره في كان تهديدات لكن هؤلاء هم هراطقة خلق دنيا وأخلاقهم وأسلوبهم في التلاعب والكذب على مر التاريخ يقولوا الحاجة وبعد كده ايه يغيروها ده سيلرز في بالنسبة بقى مضمون المجمع الخلق دوني جاء بهذا الخصوص ايضا بيقول ايه حينما وجهه باسيلي كوفسالك سالك عبايه مع طرف في, في مجمع في استراجع عن موقفه على الايمان الارثوذكسي قائلا بيقول ايه بقى حسب مضمون المجمع الخلقدوني إني أعتقد باعتقاد الآباء القديسين المجتمعين في نقيا المزبوط في المجمع الأفسسي ثم أضاد كل من يفهم بخلاف ما يثبته يسب الآباء في نقيا أم في أفسس وألعن كل من يقسم المسيح الواحد إلى طبيعتين أم جوهرين أم أقنومين بعد الاتحاد ثم أندم على قولي وأعترف في الذي تظاهرت به في القسطنطينية وأسجد لطبيعة واحدة هو لهوت الابن الوحيد المتجسد المتأنس يعني حتى في مضمون المجمع الخلقدوني قالوا ان قال ايه في افسس من غير ما حد لا يهدده ولا حاجة في واحد تاني اسمه سالوقس برضو كان حضر في مجمع القسطنطينيه في جيف مضمون المجمع الخلقدوني يقول ايه وأيضا أجاب سلوقس الأسقف وقال قد تمسكت باعتقاد الأباء القديسين المجتمعين في نقي الذي ثبته المجمع الأفاسوسي ورزلت كلامي وما نطقت به في القسطنطينية قائلا أنه يجب أن نقول بربنا يسوع المسيح طبيعة بعد الاتحاد ثم أحرم كل من يقسم المسيح إلى طبيعتين من بعدما اتحد اللاهوت بالناسوت أم يفصله بجوهرين أم أقنومين وقد أحسبت هؤلاء المتمسكين لهذا المذهب مفروزين من شركة القديسين نلاحظ بقى من الاقتباسين اللي قلناهم دول إن العقيدة التي أرادوا أن يثبتوها في مجمع فيليبيانوس هي عقيده الطبعتين بعد الاتحاد وقد استخدموا محاكمه اوطاخي كوسيله لتقنين هذه العقيده ولم يأتي ذكر عن ما نسبوه الى اوطاخي من ان النسوت قد تلاشى في اللاهوت وان الطبيعه الواحده للسيد المسيح هي طبيعه لاهوتيه صرف ولكن كما اقر الاباء طبيعه واحده للإله الكلم المتجسد طبعا الحاجات اللي أنا جبتها هنا بعض من كل لكن الذين يدعون عن القديس قديس كورس أنه اتبع القسوة مع فيليبيانوس ومنعه من الكلام ممكن أوي يرجعوا لأعمال مجمع أفسس 449 كما ورد في كتاب المضمون المجمع الخلقدوني اللي هم نشروه ويشوفوا فين التهديد وفين القسوة اللي اتبعها القديس ديسكورس معه وكده يبقى مجمع أفسس أتم كل ما كلف به من استئصال الشر ووضع روجيتة العلاج فيما بعد ماذا ستكون ومسكنا قضية قضية وسردنا حيثياتها والحكم ومعظمها كانت قضايا منتهية في دراستها ومحكوم عليها يعني يعني زي ما القضايا بعض الناس واضحة تسبقهم إلى القضاء آه طبعا هذا المجمع آه كان له صدى عند المجموعه دي بالذات لاقى فرح وقبول وارتياح في الكنيسه بصفه عامه زي ما شفتوا الشكاوي كانت قد ايه لكن اقطاب الشر ما يسكتوش اللي حصل دوت آه المجموعة بقى اللي كانوا عاملين تحالف وتآمر او تكتل بدأت خطتهم ان ممكن آه اللي يخرجهم من المأزق دوت يضربوا على وتر لاون ويؤججوا فيه او يزرعوا فيه الشعور اللي تضخم بعد ذلك ان المفروض ان هو المسؤول الاول عن كل حاجه في الكنيسه وان كلامه يجب المجامع المسكونية واحكامه تجب كل شيء أه ولاقى هذا النداء والالتماس لي قبول وصدى عند لاون يعلق خرز بابا دوبلس يقول غادر ممثل روميا أفسس من غير أن يوقع أعمال المجمع أما فليفيانوس وأفس أه وأفسابيوس بيقولوا عليه أفسافيس <applause> لكن هو أوسابيوس أسقف دريليوم وسؤدوريتوس قد احتجوا إلى أسقف روميا وخلي بالكم فيليبيانوس وأوسابيوس وسؤدوريتوس المجموعة اللي هي سؤدوريتوس بعت يستقطبهم ودبروا موضوع أوطاخي ما ده كان الثلاثي الاول سودوريتوس دوريتوس خلي بالكم ما سردنا العرض التاريخي قبل كده قبل محاكمة اوتاخي سوق دوريتوس قال المفروض ان نروح ونستقطب اصحاب النفوذ من الاساقفة وزو الجاه آه يكون تكتل بعديها جاء اوسابيوس قال انا ممكن اظهر لكم ان اوتاخي ده يعني ايه اظهر لكم يعني ابين لكم فكان في تكتل بالفعل وتآمر يعني احتجوا إلى أسقف روميا طالبين عقد مجمع مسكوني جديد ولكن الملك صدق لسوء الحظ مقررات المجمع اللصوصي هنا بقى تاريخ المجمع بتاع بتاع خرسطونس وبودوبلوس طب بتقول أنت لصوصي على إيه إذا كنت سارد الأحداث مفيش أي حاجة يعني كانت خارجة وأمر بنفي كل المجردين أما رئيس الساقفة القسطنطينية, القسطنطينية القديس فيلافيانوس فقد مات بعد قليل وهو يقاد إلى المنفى وقد وجه استئناف استئنافا إلى أسقف روم روميا لاون كما فعل مثله أفسافيس اللي هو أسقف وقد انتخب خلفا له أناطوليوس وهو من اكليروس الكنيسه الاسكندريه ولكنه مخالف لديسكورس في ارائه. هتعرفوا ليه بيقول الاول هو من من الاسكندريه وبعدين مخالف لديسكورس في ارائه هتعرف... لاحقا هتعرفوا ازاي. طبعا الموضوع وصل للاون فيعني ازاي الناس دي استنجدوا بيا ويتعامل بيهم كده يعني مش يشوف اعمال المجمع ايه ولا الحيثيات ايه ولا الفكر ايه ولا الاجراءات ايه لا طب يعمل ايه بقى هو طبعا في روما عاصمه الامبراطوريه الغربيه الامبراطور في روما وفي القسطنطينية كلهم قرايب لأنها كانت اصلا واحدة وبعد كده اتقسمت وكان امبراطور الغرب جوز بنت امبراطور الشرق ففي ود وفي تواصل فحب بقى ايه اه يضغط على الإمبراطور من خلال اه إمبراطور الغرب فإزاي بقى فبنقول لاون يسعى لدى فالنتينيانوس الملك ليراسل سؤدوسيوس إمبراطور الشرق ليسمح للاون بعقد مجمع حيث أن فليبيانوس قد قدم دعوة إلى لاون وهذا يؤكد التزوير الذي قام به الخلق دنيون لأعمال مجمع أفسس إذ قالوا أن في قد قتل في المجمع في بعض روايات في الكتابات التاريخية بتاعتهم يقول لك ده القديس كورس اللي معه قتلوا في جوه الايه لكن هنا يقولوا انه قدم دعوة للاون فهو هو هنا حي ويستنجد بلون الروماني شوفوا بقى الرساله اللي بعتها فالنتينيانوس لثيودوسيوس بناء على طلب لاون يقول ايه رساله طبعا الاسماء خلي بالكم زي ما قلتلكوا في مضمون المجمع الخلقدوني ممكن تلاقوها مكتوبه بطريقه مختلفه يقول رساله فالنتينيانوس الملك الى ثيودوسيوس الملك الى الاب المجيد المظفر طبعا بيقول عليه الاب لانه جوز بنته يعني هو واخد بنته فهو في ثابت ابنه يعني الملك سؤدوسيوس من بلنتينيانوس ابنكم المنتصر يقول فلما انتهيت الى مدينه روميا الى كنيسه القديس بطرس الرسول اترألي لي يعني عندي الحبر الروماني والأساقفة المجتمعون عنده من أقاليم مختلفة وقصدوني بأني أكاتب حضرتكم عن الأمانة المسيحية التي تحفظ أنفس سير المؤمنين التي كان قد بلغني التي كما بلغني ظهر خلي بالك مكتوب حاجة أنا هحاول أنطق الصح شوية عشان تفهموا لكن اللي مكتوب قدامكم يعني بدل يقول ظهر يقول ظهر ظهر بها اختلاف ونزاع شديد وان الواجب علينا اننا نحرسها باجتهاد كلي كما تسلمت لنا من ابائنا ونكرم في زماننا بطرس الرسول حتى ان اسقف مدينه روميا الذي قد تفضل اتفضل من القدماء على الجميع بدأنا نسمع النغمة بقى بتاعت إيه؟ تقدم اه بدأ هو اللون يروح يقول له المفروض كرسي روما ده ده بتاع بطرس الرسول طب ما أو كرسي بطرس الرسول ده قبل بتاع كرسي الرسول قبل روما ده بالعكس روما لأ لأن في الكتاب المقدس يقول بطرس أؤتمن على الغرلة وبولس على الختان، طب روما كانت الغرله ولا الختان؟ م? آه. اه. يقول ايه؟ حتى ان اسقف مدينه روميا الذي قد اتفضل من القدماء على الجميع وتولى على كافه الكهنه يستطيع يشرع بينهم بما يخص الديانه المسيحيه. فلأجل ذلك أسقف القسطنطينية إن من خصمه لدى صاحب الكرسي الرسولي في المنازعات التي صارت سابقا فحولوا القضية كأنها قضية شخصية خلاف بين القديس ديسكورس وفلابيانوس مش مجمع مسكوني لا كان خلاف شخص زي ما كانوا بيعملوا مع البابا كيرولوس ونصور ده خلاف شخصي ولذلك نحن قد قصدنا حضرتكم بأنكم تأذنوا للأسقف المذكور انه يجتمع في بلاده مجمع عام من سير أقات المسكونة حتى من البدء يحفظ يفحصوا عن هذه الدعوة ويشرعوا بالحق بغير منازعة واختلاف بما تقضي قواعد الأمانة المستقيمة لان ما يمكن ان في زماننا احد يفتري على تلك الامانه التي حفظت الى الان بغير اغتيال وقد ارسلنا لحضراتكم بعض دفاتر تنبيكم عن ما يرغبوا ويطلبوا منكم كافه اهل هذه الجهات طبعا هناك فالنتينيانوس مش جريان بالاجاري فدوكها راحوا له صوره يعني ان في فتره وظلم وحاجات حصلت وما يصحش الحاجات دي تحصل فلاون بما انه خليفة بطرس الرسول وهو له سلطة الفصل والقضاء وفي مثل هذه المنازعات هيدعو المجمع وهو اللي يقضي فيه بالايه بالحق بقى صحين احنا اخر كورس ده اخر محاضرة في الكورس الملك سادوسيوس يرد على فالنتينيانوس مفندا اتهامات لاون ضد مجمع افس شوفوا بقى الملك سادوسيوس بعت له رساله يقول له رساله سادوسيوس الملك الى فالنتينيانوس السلطان من سادوسيوس الى حضره سيدنا فالنتينيانوس الغالب أيها السيد الابن السعيد الملك المكرم شوفوا بيعظمه ولكن برضه يقول له إيه الابن يعني اعلم أننا قد شكرنا بالكافي لعظمة الله عن وصولكم إلى روميا بالسلامة يبدو كأنه في زيارة عائلية ليه وبعد كده رجع إيه روما بيقول له شكرنا عظم الله عن وصولكم إلى روميا بالسلامة وقد عرفنا من الرسائل الأولى لجلالتكم أن بعد وصولكم لروميا أن البطريرك كلاون المكرم تضرع إلى حضرتكم أمامي حيث كلامه لعزكم فإني أقول لكم قد وصل إليه خبر كافية إلى التهم مش عارف إلى للتهام او للتمام ولا ايه هما مكتبينها كده في الكتاب اه وهو بقي يعلم اننا ليس نبتعد بشيء البت عن مذهب ابائنا وفرائدنا يعني ردوا عليه وبعتوا له كل حاجه بالتمام ومفروض يكون متاكد ان احنا ما بعدناش عن ايه ايمان ابائنا خالص ليس نبتعد شيئا البت عن مذهب ابائنا وفرايد رؤسائنا ثم من جهة اسرار البيعة التي قبلناها باللحوق من أباهتنا فنحن ليس نخالفها بل نحفظها بالعيب ولاننا قد علمنا ان بعض اناس سجسوا الكنائس المقدسة بامر جديد وضروري الى الغاية فلذلك أمرنا بإجازة كافية وحق ثابت أمام الأساقفة المكرمين، أما الكهنة غير المستحقين فقد طردوا، والمستأهلين قبلوا، وليس بلغ إلى معرفتنا أن في ذلك المجمع صار شيئا البت ضد اعتقاد الإيمان وقوانين العدل، بل تجريت كل خصومة بحكم مقدس. أما من جهة فيليبيانوس، نقول: ولأن من حكمه انكشف أمر جديد ضروري ضد مذهب الإيمان، فهو قد قبل ما استحقه، وبعدما طرد ذلك، بقي في البيعة صلح واتفاق، وليس يوجد فيها إلا الحق المسيحي. يعني قال له اطمئن احنا كل حاجة معموله مظبوط والمجمع ده احنا اللي دعينا ليه بناء على حاجات شفناها بالفعل والمجمع حكم فيها طبعا هو جرب الامبراطور الاول الفالنتينيان فالنتينيان مجابش نتيجة فقال يجرب مع مين بقى مع السيدات بيتأثروا أكتر كده بيبقوا حنينين وخصوصا لما إيه يظهر قدامهم كده إنه يعني مظلوم وحصل ظلم توسل بيهم ويبكي ويتنهد ده موجود كده في مضمون المجمع الخلقدوني فنولّا نون اسقف روما يبكي ويتنهد امام الملك الام غلب لسيديا فترسل رساله الى سودوس يستطلب منه ان الايمان يكون بحسب شرح الكرسي الرسولي وان فليبيانوس يرجع الى كرسيه وده كله يؤكد ان فليبيانوس كان ايه كان عايش ما تقتلش في المجمع وقد رد عليها الملك سادسيس مؤكدا لها أن الإيمان ثابت بحسب ما شرحه الآباء آباء المجامع في نقي وأفسس وأن فيلبيانوس حكم عليه بعدل مختصر رسالة سادسيس الملك تضمن الجواب إلى غلب الأسادية الملك شوفوا بيقول إيه من ثيودوسيوس إلى غلب الياسيدية سيدتنا الملكة، اعلمي ايتها الام ان قد بقينا عالمين من رسائل حضراتكم مطلوب البطريرك المقرب. طبعا الامبراطور ثيودوسيوس فهم لون تماما. فنحن قد كتبنا طرات طرات كثيرة. لأجل ذلك الأمر الذي ينطق به عندكم الأسقف المكرم وظهرنا بشرح واضح الأمر ولا نريب أن من تلك الرسائل يبان علانية أننا نريد أن المذهب الإلهي إيمان أبائنا يحتفظ ثابت كما فهموه وشرحوه وفرضوه وثبتوه الآباء الذين اجتمعوا في نقيا في عهد قسطنطين الصالح الذكر والذين اجتمعوا بأمرنا الطر الأخرى في أفسس أما من حيث الأمر الحاضر فنحن قد أمرنا في أفسس أن كل من كان سجس الكنائس المقدسة يسقط من درجته. ثم ولأن في لبيانس كان رئيس الخصوم الواقعة في ذلك المجمع حكم عليه وطرده من تدبير الكنيسة أما من هنا أيتها الأم المكرمة تقدري تعلمي أننا ليس خلفنا الإيمان بشيء البتة كما بعض أناس يشكو فينا طبعا الملكة الأم برضو ما جابتش مسكتش رحلة الصغيرة ان يستمر في حص الأسرة الملكة في الغرب لكي يطلبوا من سودوس عقد مجمع في إيطاليا فنجد هنا يتبابك ويتناهد امام لسينية أودوسية الملكة مدعي ان فيانز في قد طرد من كرسيه بعداوة الأسقف الإسكندراني وان الإيمان قد تغير وقد رد عليها السودس الملك برسالة أكد لها عكس ما قال لون جواب سودوسيوس طبعا في حاجات انا مش كل حاجه بجيبها يا ابهات يا اخوه لان كلام كتير انا بس بحاول اجيب يعني ما يبرهن الحقائق اللي بنقولها يقول من سودوسيوس الى حضره لسينيه اوديسيه سيدتنا الملكه المكرمه اعلمي ايتها الابنه الملكه المكرمه أننا نفرح دائما برسائل حضرتك ما دي بنته ونقبلهن بفرح قلبنا وطلباتك كانت دائما مقبولة عندنا فأما من جهة الأمر الحاضر لفليبيانوس الذي كان أصل فنحن نعلمك أننا قد أرسلنا خبر صحيح إلى لون المطران المكرم ونخبرك أيضا بهذه الرسالة أن فليبيانوس المذكور فهو قد سقط من وظيفته بحكم مقدس وذلك لكي ينزع كل ريب وخصومة عن البيعة المقدسة ثم أعلمي أيضا أن أمر عسر هو أن يشرحوا شيئا آخر دون ما فرضوه في ذلك المجمع الأساقفة برضو بيأكد لها إن الحكم كان عادل ويعني ما ت... ، ما فيش حد حاد عن الإيمان الآباء، طبعًا هنا شوفوا المحاولات ماشية إزاي، عمال يدور عليهم حد يعني جهة جهة كده راح للإمبراطور لأمه لمراته. اللي هي بنت سؤدوسيوس طبعا الاجابات كانت والرسائل توصل من الامبراطور مقنعة ودامغة واكد لهم ان بعتنا اللون الكلام دوت وقلنا له لكن مفيش فايدة فبدأ لون بقى يعمل ايه يبعت للكهنة وبعض الشخصيات في القسطنطينية يقلب الدنيا يعني ايه هناك فنقول لو يرسل الى كهنة وشعب القسطنطينية حسهم على الالحاح على الملك لعقد مجمع مسكوني ويدعي على مجمع افسس 449 وعلى اوطاخي بامور لم يؤمنوا بها شوفوا بقى الكلام اللي يعني اللي مفهوش تقوى خالص. بدأ يعني يثير الناس على الإمبراطور. فبيقول إيه؟ يجيب اتهامات ما حصلتش. لمن من أنكر تحقيقنا صوت إبن الله وقال أنه ليس من طبيعتنا وقال أن أفعاله كانت مثل خيال هؤلاء الذين ينكروا من المسيح طبيعته النسوتية ليس يصدقوا في تحقيق ليس يصدقوا في تحقيق ألام ربنا يسوع المسيح ولا في قيامته لأن من نقر نسوته فهو نقر أيضا ألام وقيامته يعني للأسف يقول التهمات محدش قال بيها خالص مين أنكر نسوت المسيح مين انكر هذا طبعا احنا نقول ربنا يسوع كامل في الهوتو وكامل في نسوته وطبيعة واحدة من طبيعتين تشمل كل خصائص الطبيعتين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير لكن لا اللي ما يقولش طبيعتين يبقى انكر الناسوت ودي التهمة اللي كانت تلصق بالبابا كيرلس ولصقت باطاخي ولصقت بالقديس يسكورس وبكل من يؤمن بالطبيعه الواحده. مين اللي قال كده؟ لا يقول لك طالما ما بيقولش طابعتين يبقى معناته قال كده. وده اللي ثبت في مجمع افس أنه اوطاخي ما قالش كده ساعتها كمان. ويقول ايه؟ من انكر ان الطبيعه النسوتية ليست هي متحده مع الكلمه فينبغي أنه يقول أن جسد المسيح هو لطيف وخيال أما هو يخص الألام والأفعال الجزانية إلى اللاهوت بقى البابا كيرلس البابا ديسكورس قلنا الطبيعة النسطية مش متحدة بالكلمة جاب منين الكلام ده ده احنا لما بنجيب حاجة في التاريخ حتى بنجيب كلامهم اللي اتقال لكن اتهمت جزافا بالكذب والادعاء يقول من لم يعترف بان المسيح له جسد بشري حقيقي فهو يبقى غير مستحق نعمة سر التجسد الكلام ده بيبعته لكهنة وشعب القسطنطينية بيتهم بيه البابا ديسكورس وبعدين بقى هو يقول ايه, عشان بقى التهمة هتلبسه هو شخصيا بقى من ضمن مقال في رسالته لل للشعب والكهنة هناك حقنا الاثنان هما الاله والانسان يتكلم على ايه حقا اثنان هما الاله والانسان المسيح مش واحد ولما يجي يحب يحاول يـ ينفي عنه النصرية يكتفي بانه يقولوا ان العدرا هي مش و... ان النسطورية قال مش والدة الاله ودي خطورة خلي بالكو في خطورة كبيرة لما حد مثلا يجي عايز يدرس النسطورية ورد عليها ففي يرجعوا الكتب ايه الكتب اللي شرحت النسطورية وردت عليها فممكن يرجعوا الكتب خلق دونيه فيلاقوا فيه هجوم على النصريه لكن بمنطوق ومن منطلق فيه تاكيد لخلق دنيا ففيما هو يظهر انه بطل في مقاومه النصريه بيؤكد خلق دنيا وده في كتير قوي بيقعوا فيها عندنا اللي بيلتجئوا المراجع وكتابات مش بتاعتنا لان احنا بنهاجم النصرية بمنطلق او بمنطق غير اللي لما بيهاجموها بين فبيقول ونحن ولا نقول ان العذراء ولدت انسان بلا لاهوت وان ذلك الانسان خلق اولا من الروح القدس وبعد اغزو الكلمة كما قال نسطور الذي اسقطناه نحن كما كان يستحق بل نقول أن المسيح هو ابن الله وإله حق مولود من الله الآب قبل الأزمنة وإنسان حق مولود في ملء الزمان من أمه التي هي إنسانية يعني احنا كان نسطور قال كده في حين بقى عايز أقول لكم نسطور قبل إن العذراء وليدة الإله بس يفسرها بطريقة أخرى حتى التعبير ده نسطور قبله لكن لم تكن هذه هي القضية الجوهرية في نسطور ولكن القضيه الجوهريه في النصوره انه رفض الاتحاد الحقيقي الاتحاد الطبيعي والاتحاد الاقنومي ومعنى الاتحاد انه لا حديث عن الاثنينيه ولكن يكون المسيح هو طبيعه واحده واقنوم واحد له كل الخصائص اللاهوتية والناسوتية طبيعيا واقنوميا فطبعا عمال يبعت رسائل بقى لما فشل في في العسرة المالكة يبعت بقى الكهنة وشعب القسطنطينية وفي رسالة تاني يرسل لواحد اسمه فاوستوس وباقي كهنة القسطنطينية يطلب منهم أن يكونوا متفقين مع أخينا فيليبيانوس الأسقف وتقاوموا أعداء الإنجيل وليس تتفرقوا عن محبة رعيكم وده كله اتهام صريح ليهم بالكذب والادعاء لما يقولوا انه فيليبيانوس مات في المجمع وإن قتل في مجمع أفسس وفي الوقت نفسه يتهم القديس البابا ديسكورس ومجمع افسس الثاني المسكوني باتهامات شنيعه مملوءه حقدا اذ يقول شوفوا بقى الفرق بين الادب والتقوى اللي عند ابائنا وعكسها عند الاخرين يقول لكون الجاهل تجاسر وانكر تجسد ربنا يسوع المسيح وسر الخلاص وتبشير الإيمان القويم إلو وتقاوموا أعداء الإنجيل لا يصير أن يثبت ما فرض ضد العدل المجمع ما فرض ضد العدل المجمع الأفسوس الثاني المزور قبل يسيرا بواسطة بوسط إنسان واحد جاهل شوفوا عدم الأدب اما يوسم مجمع مسكوني انعقد فيه اساقفة كتير بصوره قانونيه يقول صار بواسطة انسان واحد ويوسم مين, مين اللي يوصفه كده اللي هو قال عليه سيلر لاول مرة في التاريخ ان يقدم حد من روما يجهل اللغة اليونانية عشان يبت في قضية عقائدية في الشرق لكن شوفوا بقى يعني دي بيوديكوا الاسلوب نفسه في التطاول والتهيج الاسرة المالكة وبعد كده الكهنة وشعب القسطنطينية وده كله يبين ان فليبيانوس كان مازال ايه حيا ثم يظهر أيضا مخالفة لاون المنافق للقوانين الكنسية والإيمان الارثوذكسي إذ أنه يقبل في ويحلو ويحله والمجمع المسكوني قد حرمه دا أوطاخي رغم انه الظلم اتعمل الأول مجلس تحقيق وثبت التزوير لم يحالل ولكن انعقد مجمع اعلى عشان يديله الايه الحل فهو قبل مجمع فيليبيان يقبل فيليبيانس ويحله والمجمع المسكوني قد حرمه كما انه يقر بعقيده غير ارثوذكسيه اذ يهاجم عقيده القديس ديوسكورس بطل الارثوذكسيه ده مجرد مهاجمته للقديس ديسكورس يبقى يوم مهاجمته للعقيدة الأرثوذكسية مباشرة شوفوا بقى اللي جاي بقى لاون يرسل رسالة إلى فليبيانوس في يوم التاسع من الشهر تشرين الأول مما يثبت أن فليبيانوس كان ما زال إيه حياً ان هتلاقوا في كتب اخرى يقول لك ده في ذات قتل ومات في المجمع وكده يعني يقول من لاون الاسقف الى حضره فليبيانوس الاخ العزيز اعلم ايها الاخ ان الشماس الذي هرب بالاختفاء من افسس فهو اخبرني عن الشدايد والظلم يحتمل قصك لاجل مناصره الايمان الارثوذكسي وإذا كان نعظم الله لله الذي يتعزيك بقوة بقوة نعمته فلكن نتوجع لأجل خسارة الذين يقاوموا الحق ويحركوا جميع أساس البيعة ولأن الله يوهب دائما بتدبير معونة خصوصية لعبيده فلذلك أني أعلمك يا أخينا أننا نجتهد لأجل هذا الأمر كي نصلح أولا كلما ينبغي وينفع لجماعة الأرثوذكسيين اما الان فينبغي لمحبتك ان تحتمل على الشدائد التي قد تكون لك سبب مجد ابدي والمرسل الذي يمنح لك هذه الرساله فهو يخبرك عن اجتهادنا على كلما نرغب نعمل بتوفيق الله لاجل جلاله الايمان وثبات المحبه. دي كانت في تسعه من شهر تشرين. طبعا المجمع كان لما انعقد وخد قراراته بعد اللي حصل كله للملك سيدوسيس لان اصلا المجمع انعقد بدعوة من الامبراطور فهنا هجيب مرجع من عندنا بقى مخيل الكبير كل اللي قلته ده كان يعني مراجع اخرى فمخيل الكبير قال ايه بل اما في الرساله اللي هي اتبعتت للملك يعني بل ايضا للحفاظ من اذى الذين يتحدثون اليوم بمصطلحات حديثه ويدسون السهم القاتل بسهام الاسم لقد وقف اوتاخي رئيس الدير العفيف في الوسط وقدم التماسا خطيا يحدد به ايمانه لقد وجدنا أوطيخ رئيس الدير متمسكا بالايمان القويم سواء في حديثه الشفهي أم في المذكرة التي رفعها إلينا، وقد رفض إدخال أي شيء جديد على الإيمان، فأثنينا على إيمانه القويم غير المنحرف، لذلك قررنا استمراره في الخدمة الكهنوتية كالسابق، لأنه أدين ظلمًا، وليس كالذين أدانوا أنفسهم، بل ارتكبوا أخطاء أخرى تستحق التبكيت، واجتهدوا ان يطرحوا تعليم نصور للنقاش آه طبعا بعتوا الرساله ديت وترسم آه واحد جديد بدل فيليبيانوس اسمه اناطوليوس في كتاب تاني بتاع اسبيرو جبور سر التجسد يقول وصعد وكيل ديوسكوروس اناطوليوس على عرش الأسقفية القسطنطينيه فلم يبقى في الشرق فحل صامد لا تزعزعه الرياح سوى سودوريتوس ولم يسلم لاون روما نفسه من الطعن طبعا ده خلق دوني صرف لكن ما أردنا أن نذكره هنا أنه قال أن فليبيانوس اتشال وصعد بداله أناطوليوس كتابات لاون أظهرت ما في نفسه الفتره ديت من كبرياء وغيره وحقد على اباء اسكندريه كان حاجه غير عاديه مصر دي كانت عامله لهم يظهر مصر على مر التاريخ الى يومنا هذا محسوده ومطمع وفي غيره يعني شعب يعني ربنا حباب يعني من ناحيه المكان والجغرافيا يقول كجنه, كجنة الله كارض مصر تهذب موسى بكل حكمه المصريين البلد الوحيده اللي ليها حضاره تدرس باسمها ليها علم خاص بيها ما فيش ولا حضاره ولا دوله تسميها ايجيبتولوجي زي عندنا. نعم؟ حاجات كتيرة الحقيقة. وإن كان شعبنا طبعًا كلنا بنعتز بمصريتنا، لكن محتاجين نكون أكثر ثقافة بتاريخنا، معلش أنا خرجت عن الموضوع دوت، لأن أحيانًا بلاقي كتابات تبين عدم فيها يقولوا احنا فرعنا ولا مش عارف ايه احنا مش فرعنا الفرعون ده كان يطلق على الملك اسم فرعون ملك مصر اسمه فرعون فالمصريين مش كلهم فرعنا الملك بس هو اللي بيبقى ايه فما اقول مصر الفرعونية يعني مصر اللي كانت ايام الحكم الفرعوني ما كان اه لكن ما اقولش احنا فرعنا لأ احنا مصريين حتى كلمة مصري مصر كان تنطق في وقت ما ها قبتاح لما جه اليونان في مصر قالوا إيجيبتيوس ها اي قا جبت تاح بتيوس اي بعد كده لما جه العرب مصر اختزروا إيجيبتيوس جبت قبط فكلمة قبط أو هي مصر أو في برضو يقولوا اللغة الهيروغلوفية ما فيش لغة اسمها هيروغلوفية هي اسمها اللغة المصرية الهيروغلوفية دي الكتابة في كان تكتب من من طريقة فالكتابة بالهيروغليفيه اللي كانت في المعابد او الهيراطيقية او الديمطوقية اللي هي الكتابة الشعبية لكن ما فيش لغة الهيروغلوفية لا لغة المصرية واللي هي اللي بيتحدث بيها المسيحيون طبعا لما العرب جه مصر كان كل المصريين مسيحيين فالكلمة القبطي يعني المصري اقترنت كل مصري هو مسيح فبدأت بقى خرجت من معناها الاشتقاقي المعنى الصلاح قبطي بقى مسيح لكن لو أردنا الدقة كل المصريين مسيحيين ومسلمين أقباط لأن كلمة قبطي يعني مصري طبعا ال... بس احنا كده خرجنا عن ال... <applause> ده شوية فرفشة يعني بعيد عن الآه اللي خرجنا عن كده لكن طبعا اللغة المصرية هي هي اللغة القبطية هي اللغة المصرية أمال اتسمت قبطية ليه؟ طب ليه ما قلناش دي حتى لأن حصل إن الهكسوس لما جم مصر واليونانيين يعني الألفابيتيك آه الألفابيتك بتاع اللغات مصر سباقة فيه فاخدوا الالفابيتك في الشكل الديموطيقي لانه كان سهل وعملوا فيه الابجديه اليونانيه فما خدوهاش كلها عشان كده في سبع الحروف الاخيره في اللغه القبطيه إبطية صرف حسب الديموطيقي خدوا الحروف اللي هي ال 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 الأخرى هي هي وطوروها بعد كده المصريين لما شافوا التطوير عجبهم فخدوا الشكل المتطور للحروف بتاعتهم الديموطيقية لكن ما كانتش تشمل الأبجدية ال ال كلها واضافوا عليها السبع حروف الاخيره اللي هي من اول شاي فاي خاي هوري جنجا شيما تي دي مش موجوده في اليوناني اضافوا عليها فهي مش حروف يونانيه بالعكس ده اليونانيه هي اللي اخذت المصريه واحنا استردينا البضاعه بتاعتنا مع الفوايد الفوايد اللي هو التطوير اللي حصل اه لكن هي اسمها اللغة المصرية أنا بتكلم الكلام ده لأن مع اعتزازنا وفرحنا وافتخارنا بالاحتفال اللي حصل طبعا في نقل المومياوات والعالم كله اتكلم عنها فبسمع تعليقات وكده اللغة الفرعونية أو اللغة الهيروغلوفية إحنا فرعنة لا الفرعنة دي تطلق على الملوك فقط الهيروغليفيه ده الخط مش اللغة لكن اللغة هي اللغة المصرية آه كلمة قبطي هي ايجيبتيوس ايجبت يعني مصري وده كان لا انسى طبعا تعليق كان الشيخ آه آه الازهر السابق دكتور آه سيد طنطاوي كان له تعبير جميل يقول انا قبطي مسلم قبطي ايه يقول كلنا اقباط وده بالفعل كلنا ايه مصريين فكلمة قبطي تشير وتدل على الجنسية وليس الديانة يعني لكن فرعونية دي تخص الملوك اللغة بتاعتنا هي اللغة المصرية عشان كده اللي فك اللغة الهيروغلوفية شامبليون بواسطة كاهن مصري قبطي يعني لما درس حاولوا يربطوا الـ 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 الاشكال ببعضها فالحرف ده في شكله الهيروغليفي هو ده فقدروا يفكوا رموز حجر رشيد عن طريق اللغه القبطيه اللي هي المصريه في شكلها الديموتيكي المتطور اللي هي بنقول عليها اللغه القبطيه دلوقتي لكن اللغه واحده والكلمات واحده فمصر كانت من زمان قوي على فكرة ويمكن في عصرها المجيد طبعا كان في كده غيرة غير عادية مع أن أبائنا كان غيرتهم على الإيمان صرف فكان يقول إيه بقى اه على أسقف اسكندرية شوفوا لون بيقول إيه هنرجع تاني للموضوع بتاعنا يقول فهو يقصد اسقف الاسكندريه كان يقف في نفس المكان الذي كان يقف فيه كيرولوس الموقر طب كويس وكان مثله يعني كده بيعيب في ال في مين برضو في القديس كيرولوس كمان وكان مثله مصر ان يثبت للعالم ان عرش القديس ماركوس منذ القدم ظل حارسا للارثوذكسيه في المسيحيه الشرقيه مش بنثبت ده واقع يعني القديس كورولوس اتهان واتالم والقديس ديسكورس كذلك احنا لسه ما دخلناش على جهاد القديس ديسكورس القرص الجاي في حقائق كتيره الكورسات لسه ما مش هتنتهي قريب يعني ده لسه فيه تفاصيل كثيرة احنا بنقطع شوط لسه يعني في البداية يعني فده بيوري النفس كان فيها ايه ده مش من ديسكورس بس بقى شوفوا اللي بيعبر عن من جوه يقول ايه في نفس المكان الذي كان يقف فيه كيرلس الموقر وكان مثله مصر ان يثبت للعالم ان عرش القديس مرقس منذ القدم ظل حارسا للارثوذكسيه في المسيحيه كلها. ربنا اراد كده، شاء كده. ما راحش الا مصر. طب نعمل ايه؟ ربنا اختار يجي مصر. العدرا ما ظهرتش في العالم كله ما اختارتش الا مصر تظهر فيها. نعمه من ربنا، ليه نحسد؟ ما يعني يقول لك غير ولا تحسد. آه فبنقول كان الهدف من مجمع افسس الثاني اللي هو 449 ليس مجرد النظر في قضيه اوطاخي فحسب ولكن لوضع حد للقلق والاضطرابات الحاصله في الكنيسه نتيجه التجاوزات لما تحدد في مجمع افسس 431 وهذه كانت تكلفات الامبراطور للمجمع بعد معاناه طويله من الشكاوي الكثيره المتكرره ضد المتجاوزين والتي اثبتت التحقيقات العديده حقيقه هذه التجاوزات. فسيلرز هنا بيقول ايه؟ بعد ان تم ابلاغ الامبراطور ان اوطاخي قد وجد ارثوذكسيا وان فيليبيان واوسابيوس قد حرموا لانهم تجاوزوا ما كان موجودا سابقا في افسس فقام ديسكورس واتباعه ضد اعدائهم في الشرق لان المجمع مكلف خلي بالكوا هنا الكلام اللي جابه سيلرز ان الم... ده كان تكليف من مين؟ اه المجمع مكلف ليس فقط بوضع حد للخلاف الذي نشأ بين فيليبيان واوتاخي ولكن ايضا ليطرد من الكنيسه كل من انحاز لخطأ نستور فده كان تكليف من الامبراطور ليه لان الراجل قاعد يعني لقى نفسه شكاوي في حاجات ايمانيه وهو مش تخصصه والشكاوي متكرره وصعبه فكان دعا للمجمع عشان يعني يريح نفسه شوفه حل مش لمشكله اطاخي وبس بعد ما ثبت ان في تزوير قال لهم لا لأطاقي والكل الايه الاخطاء اللي موجوده وده كله يظهر لنا كيف تم مجمع افسس وكانت الضرورات لايه وكيفيه الاحكام اللي صدرت فيه وهنكتفي بهذا القدر في الكورس ده وإلى اللقاء بقى في كورس إيه قادم إن شاء الله مش عارفين لسه هنحدد الميعاد ونخبركم ربما ممكن يكون بعد قد إيه تفتكروا نعم لا أصلحنا عايز بنعمل إيه بحب ادي فترة عشان اللي هم يحبوا يدخلوا معانا في الكورسات هندي فرصة للي يحب عايز يكمل لازم يدرس الكورسات دي الاول فيدرس الكورس الاول والتاني ويمتحن فيهم ويؤهل الدخول في الكورس الثالث بعد كده فهنشوف يعني حسب الظروف ده غير ان عندنا برضو آه هنكون مشغولين بتدريس لعدد خدام فربما ما نقدرش نوفق الوقت بين الكورسات وعدد خدام فنحاول نرتب الامور وتعلن ليكم ان شاء الله اول باول لكن في الفتره دي من الان مفتوح للي عايز يدرس الكورسات اللي فاتت هنشوف الاسئله اللي موجود في واحد بيقول ما معنى كلمة التريبيون دي كان زي لقب أو وظيفة في الامبراطورية الرومانية تعرف كل دولة كده أو كل بيبقى له رتب معينة ومع الوقت بتتطور وبتتغير زي عندنا كان في باشا وبي مثلا في لك الجنرال ولا اللواء يعني حاجات كده رتب لكن مهمها ايه انا مش عارف بالضبط يقول سلام يا سيدنا كيف حضر الشماس أساناسيوس مجمع نيكيا وهو ليس اسقف او رئيس دير ممكن لو في ضرورة اولا هو حضر في صحبة البابا الكسندروس ممكن بتكليف يقوم بشرح الإيمان ليس كعضو في المجمع ليس له حق التصويت أحيانا المجمع ممكن يستدعي بعض خبراء أو حد يعني يكون دارس موضوع هيقوله أو يشرحه فممكن العضوية اللي هو من له حق التصويت في المجمع يعني وفي ناس بيحضروا كمراقبين فالعضويه شيء والحضور شيء اخر يعني العضويه شيء والحضور شيء اخر ممكن واحد يحضر كمراقب او كخبير او ما الى ذلك لكن العضويه من له حق التصويت في واحد كتب يقول كتب القديس كيرلس آه بيقول ايه ان الكلمة قبل الولادة جسديا لكي ينسب الى نفسه ولادة جسده الخاص القديس كورولوس في الرسالة الرابعة لنصور حللني يا سيدنا انا عايز اعرف هل القول ان السيد المسيح اتولد جسديا عشان لاخذ الجسد الانساني وتحقيق الخلاص من خلاله من خلال موتها اي المسيح على الصليب اثنين لاصلاح الطبيعه الانسانيه الفاسده الى طبيعه جديده طليق بالانسان بعد خلاصه ثلاثه لكي يكون هو الجسد الذي ناكله في الإفخارستية وبه يتحقق اتحادنا بالله والثبات فيه صحيح ام خطا لا التلاته صحيح والترتيب منطقي وكويس واخذ لتحقيق الخلاص وبالخلاص بتتجدد الطبيعه الفاسده برضو باتحاده بينا وبننال ونثبت فيه آه باتحادنا بيه في سر الافخار السيء فكل دي تعتبر اهداف وبركات التجسد ممكن تندرج تحت اهداف التجسد وبركات التجسد ايضا في حد بيقول أخ... بحثت عن كلمة التريبيون معناها موظف رسمي في الدولة يقوم بأعمال المحاماة. ده أكيد واحد محامي اللي عملها ديت يعني. دي. <applause> المهم يعني هو الرتبة أو درجة وظيفية. سؤال لو قرأت رسالة لون في مجمع أفسس كانت تتغير مجرى الأمور. كان من الممكن مراجعة لون رسالته مثل باسيليوس و... أولا الرسالة كان معظمهم عارفينها يمكن آخر واحد كان يعرفها البابا ديسكورس لأن ما كانتش وصلته لكن لو كانت اتقرت كان لون هيتحكم عليه هو كمان لأن مليانة تجديف فمن حسن حظه إنها ما اتقرتش يعني البابا ديسكورس هو اللي كان بيطلب يقول لي تقرا رساله اخينا لاون واللي معاه في رؤساء المعاونين معاه والسكرتير لا ده في حاجات في الامبراطور لسه ما في اعمال المجمع فيروحوا جايبين حاجات هل بيعملوا كده بقصد او بغير قصد ما نعرفش ربما حاسين ان لو اتقارت ممكن الامور تتفاقم أو بالفعل أعمال المجمع كانت يعني مقدسة، في مراسيم كتير من الإمبراطور وفي شكاوي وفي قضايا كتيرة، فبتبقى في أولويات، المجمع لازم الأول ينفذ ما كلف به وبعد كده ينظر فيما بعد ذلك يعني بيقول حليل يا سيد لو لماذا كان يدافع بشدة على فليبيانوس ولم يتعرض لديمنوس وسؤدوريتوس الدفاع عنهما لا ده دفع عن كله بعد كده ما تستعجلوش انتوا لسه ما عرفتوش كل حاجة <applause> <تصفح> آه، سؤدوريتوس بصفة خاصة يعني ديمنوس راح يعني ما عادش يسمع له صحيص لأنه ديمنوس أصلا كان مين اللي بيحركه في سؤال مش قادر افهمه بالظبط، هل الأساقفة الثلاثة الذين كلفوا بالقضاء في قضية هيبة كانوا أرثوذكس الفكرة أم لا؟ أقول ذلك تعجبًا من ترددهم في الحكم. لا هم كانوا أرثوذكس. آه بس ما كانش يعني هو طبعًا آه التحيات التانية تمت بعد الحكم على أوطاخي وبعدين لما جه راح آه الرها قام عليه شعبها والتحيات فتحت مرة أخرى استكملت فهم شافوا ساعتها ان ده عايز حكم المفروض يتحكم عليه لكن صلاحياتهم ما توصلش لكده فبيعلق وضعه ودي كانت من ضرورات المجمع المسكوني عقبال ما المجمع المسكوني يجي وتتعرض عليه عشان كده الامبراطور كلفهم هم على اساس دارسين الموضوع وكده هم اللي يقوموا بالقضيه دي ويعرضوها على المجمع هل هناك فرق بين الفرز والعزل والقطع والحرم وإن كان هناك فرق فما هو القطع ده يعني إيه قطع من الشركة خالص واحد ما يبقاش مسيحي الفرز والعزل ممكن بيبقى حكم لكن ما قطعش الشركه يعني ممكن يبقى ايه يعزل من منصب او من مهام معين لكن ممكن يعني يبقى في حدود معينة يعني زي الشلح والقطع الشلح يعني واحد فقط كهنوته لكن القطع مقطوع من الشركة خالص يعني هل هناك أي مصادر أو مراجع عن حياة طاخي بعد مجمع خلق دنيا إلى أن توفي؟ أوطاخي كان شخص بسيط وبعدين حتى في مجمع خلق دنيا ادعوا أنه هينعقد عشان أوطاخي لم يدع لأنه ما كانش هو أصلا المستهدف كانوا واخدينه وسيلة لإقرار حاجة هم عايزين يقروها نقبل ايديكم سيدنا من المعروف ان الملك سدوسيوس الصغير لم ينجب ابناء فكيف يكون له ابنة تزوجها ملك الغرب حينها لم ينجب ابناء ذكور لكن له ابنة لكن لم يكن له ابن يورث وريث للملك يعني لكن كان ليه ابنة طبعا طيب اي سؤال اخر نشكر حسن انصاتكم وانتظامكم و هتوحشونا لغايه القرص القادم ان شاء الله. نعم؟ ما علينا اعباء كثيره. اه الحاجات اللي انت بتسمعوها هم؟ آه محتاجة كل الحاجات دي تجهيز لو تعرفوا اللي الحاجات اللي بتعرض عليكم في ساعة الزمن دي بتاخد جهد قد ايه وخدت جهد قد ايه في تجمعها وتجهيزها ما بيبقاش سهل برضه محتاجة كل حاجة اعداد وترتيب يعني دي حاجات كانت معاملها وانا في الدير يعني كان ايام ما كنت في الايام العز فان شاء الله يعني هو بس ضيق الوقت لان ملتزمين بعدات خدام مش عارف اقدر اوفق ان يبقى الاثنين مع بعض في ظروف وقتنا والتزاماتنا الرعوية ولا لأ غير ان برضو لازم يبقى فيه فرصة بتوين عشان اللي عايز يدخل ويلحق بينا المرة اللي فاتت كان مطلوب منه يدرس الكورس الاول فقط عشان يدخل الكورس الثاني المرة دي مطلوب عشان اللي يحب يكمل معانا بانتظام ويبقى في الجروب يمتحن وكله يدرس, يدرس الكورس الاول والكورس الثاني فبتبقى فرصة لكذا حاجة يعني لكن نأمل ان ما تطولش يعني لو كترت اتمنى ان ما نتأخرش عن شهر سبعة الاولى ايه اه لا ما طبعا ليها شروط بنعلن عنها هي المقدمه العامه دي لازم مهمه قوي وبعد كده المه... الكورس الاول ست محاضرات والكورس الثاني ست محاضرات يبقى التوتال 13 محاضرة محاضرة المقدمة الأولى وستة وستة كل أصل مرتبط ببعضه ما ينفعش حد يدخل في السكة كده مش هيبقى فاهم وممكن يفهم غلط يعني بعض حقائق أنا بقولها للي قدامي مشروحة ومعروفة فمن من الأنسب للي يدرس مظبوط يدرس دراسة منهجية كل سنة وأنتم طيبين الصوم قرب على الإنتهاء نصلي ربنا يتحنن ويرفع غضبه عنا ويزيل الكورونا دهيت ويدينا فرصه ان احنا نصلي ونستمتع بهذه المناسبات المقدسه تفضلوا نصلي